وسهلا فيكم مع ندى للتاروت. هلأ بدنا نشوف لبرج الأسد شو مخباله صحيا وماديا وعاطفيا. برج الأسد من الأشخاص الكرماء، من الأشخاص الحنونة، من الأشخاص الشخصيتها قوية، من الأبراج النارية اللي هي كتير محبوبة. هلأ بدنا نحكي عن برج الأسد صحيا، كيف شو مخبت له الصحة بهيدي الفترة. صحيا يعني يا برج الأسد، صحة برج الأسد بشوفها متعلقة بنفسيته، يعني إذا نفسيته متأثرة بيكون جسده يعني جسديا متعب منهك. هو من الأشخاص اللي كتير 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 بيتأثروا نفسيا، يعني إذا تأثروا نفسيا دغري بيتأثروا جسديا. بفكر كتير بحدا قديم، بشخص قديم مرتبط كان فيه، او شخص عنده عاطفة تجاهه. مش ضروري يكون هذا الشخص كان حبيب، ممكن كان يكون حدا من الاهل، ممكن حدا من الاولاد او الاطفال، يعني شخص بس مثل كأنه صار هذا الشخص بالماضي او من الماضي او قاطع في العلاقة. بشوفه انه مأثر هذا الشيء على صحته شوي، بده منه ينتبه شوي عفوا وينسى التفكير باشياء ماضيه، لانه الاشياء الماضيه لو فيها خير بقيت، ويلي الله كاتبه بده يصير. انا شايفه بالفتره الجايه حيكون اقوى وراح يقدر يوازن بين صحته وبين غير اشياء، يعني حيكون يعرف شو الشيء اللي بيأثر عليه نفسيا ويبتعد عنه لتكون صحته أحلى. بشوفه عم يقدر يتخطى التفكير بهيدي الأشياء بالفترة الجاية، وعم بيشيل كل شيء بيزعجه ويتعب له صحته. هلأ بدنا نشوف عاطفيا شو بده يصير معه هيدي الفترة اللي بدها تجي. برج الأسد عاطفيا عم شوفك يا برج الأسد مكمش بعلاقة، مع انه مرقت بكتير مشاكل او عم تمرق بكتير مشاكل، بس انت مصر ومكمش بهيدي العلاقة كتير. احتمال انا شايفة انه في طاقة سحر، مثل كأنه شخص عم بيعمل لك سحر او عم بيحاول يعمل شيء للتفريق، مثل كأنه ليأثر عليك. ما بحس انه بيأثر عليك، لانه انت من الاشخاص اللي روحانيه وعندها روحانيات كتير عاليه، وانت من الاشخاص اللي على طول بتحكي مع يعني مع ربها بشكل كتير روحاني، يعني بتقدر توصل المسج بطريقه روحانيه بصلاتك بدعائك. أنا شايفة صراحة أنه عندك دعاء أو شيء كنت طالبه من الله من فترة طويلة، الله عم يعطيك الشيء اللي أنت طلبته بالماضي، دعاء عم يتحقق. هو يعني كان كتير هذا الدعاء كتير كنت عم تدعيه وكتير كنت حابب أنه يتحقق. بشوفك بهالفترة الجاية هذا الدعاء عم يتحقق لك، ومثل كأنه هيدا عندك هدية سماوية من الله، فشي كتير حلو. بدنا نشوف كيف هلأ بالعمل، شو ناطرك بالعمل يا برج الأسد؟ يعني شو برج الأسد، يعني ما هالفترة بدك تصبر، بدك تطول بالك، مش حيكون الفترة الجاي كتير راضيان انت بشغلك. يعني الشغل ما كتير حيكون منيح بالنسبة لإلك، بس الحمد لله مثل ما بيقولوا يعني مدكن شوي. عم تصرف من يلي انت مصمده، احتمال في شراكة عمل هو بالشريك، بس انه بشوف انه او بشوف انه ممكن الزوج او الزوجة رح يكونوا سند لإلك بهيدي الفترة. مش ضروري تكون شراكة عمل، ممكن يكونوا الدعم عم يجي منهم، يعني عم يوقفوا حدك بهيدي الفترة وعم بيكونوا الدعم لإلك. فبالتوفيق برج الأسد، وشكرا لكم.